الموصل تمتاز بأكلات تراثية وأكلات مشهورة، منها الكباب، العقوق، الدولمة. الدولمة هي بها عدة طرق، هي طبعا الناس وأذواق الناس، بيها من يغيد الخليل بجواها أضلع، بيها من يغيد عملاء مغزغزي، بيها من يغيد عملاء يعني حبايته واقفي، بيها من يغيد عملاء حمغاه، فبيها يغيدوها بس سلق وبصل، وبيها يغيدوها أنواع الخضروات. نغليها بالسماق، أكثر شيء نغليها بماء السماق أو دبس الرمان. طبعا العقوق هم بها هي عدة طرق، هي عقوق تشبه الكبة، فبيها نعملها أم الوجه. أم الوجه أشون تكون، نخلط بيها طرف وخضروات ولحم بالوجه، وبيها نعملها حشوي، يعني نحشي الخضروات واللحم نحشيها بعدين نطبق الوجه اللي هل بيه خضروات. هاي العقوق نخليها بالفرن، بعد ما نطلعها من الفرن هم ندهنها بالدهن والزيت او الطرف او البيضه حسب الطلب، بس تكون لونها يعني وردي ولونها يعني تكون هشه ناعسه.